إذن مشاهدينا الكرام مستمرين انطلاقة تلو الآخر، تواصل يتبعه تواصل في مساء جميل، مساء آخر انطلاقات الكبار في هذا الموسم بالنسبة للسباقات التمهيدية للمرموم، وهو التمهيدي العاشر بالنسبة لفئة الكبار. نسير بحضراتكم مشاهدينا الكرام منطلقين بأمال كبيرة بالفوز والناموس والانتصار. هو شوطنا الثاني عشر، يحمل الزمول المهجنات الأصايل لتنطلق هذه الفئة مشاهدينا الكرام، ونبحر بحضراتكم إلى البداية إلى المقدمة، حيث يتقدم شاهين هجني سيطر على موقعة الصدارة والقمة، بينما في عملية تضمير وتدريبة يأتي المضمر سالم بسعيد من يتابع في عملية التضمير والتدريب، بينما المركز الثاني انتقل مباشرة إلى ثاني المراكز حيث يتواجد مشغل، تعود ملكية لسمو الشيخ نهيان بن حمدان بن محمد آل نهيان. التضمير والتدريب لحمد بن بيات الرميثي يأتي على المركز الثاني. انتقل إلى المركز الثالث، وهنا ثالث المراكز يسير أملاك، تعود ملكية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. وفي عملية تضمير وتدريب يأتي المضمر سعيد بن سالم الجنيبي المركز الرابع. هنا يتقدم شاهين بشعار هجني ند الشبا مع المضمر والمدرب سالم بن سعيد، يتقدم إلى رابع المراكز. المركز الخامس في هذه اللحظات يأتي حشيم لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. المضمر سعيد بن عبيد الحميري يتقدم هنا في هذه اللحظات، بينما المركز السادس المركز السادس يتابع أيها الحفل الكريم، شاهين يتقدم لهجن العاصفة غياث الهلالي في تضميره. المركز السابع شاهين، هجن العاصفة أيضا كذلك يتواجد في هذه الانطلاقة مع غياث الهلالي بالتضمير والتدريب، بينما المركز الثامن وصل في هذه اللحظات براك لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المتعب الصغير في عملية التضمير سعيد بن محمد بن مروشد. المركز التاسع، ننتقل مباشرة إلى تواجدي وانطلاق هنا شعلان لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم، يضم سالم بن مطر بن حاذة الاكتبي. والمركز العاشر هجن العاصفة تقدم لنا شاهين في هذه اللحظات، حيث يسير ويستمر بالانطلاق والتواصل في هذه اللحظات غياث الهلالي. هذه النتيجة للعشر، الأسماء الأولى مشاهدينا الكرام. أعود إلى البداية إذن مشاهدينا الكرام، نعود إلى المقدمة ونعود إلى أملاك حيث يتقدم هذه الأسماء. تعود ملكية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يتقدم ويسيطر على الأداء الأول. سعيد بن سالم الينيبي في عملية التضمير والتدريب، بينما المركز الثاني يصل من خلال مشغل. تعود الملكية لسمو الشيخ نهيان بن حمدان بن محمد آل نهيان، ويأتي في تضمير حمد بن بيات الرميثي يسير هنا ليندفع وينطلق ويتقدم في هذه المشاركات. المركز الثالث لو نتابع شاهين التابع لهجني ند الشبا يتقدم إلى المركز الثالث، المضمر سالم بن سعيد، بينما شاهين على رابع المراكز في هذه اللحظات لهجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي. أما المركز الخامس فشاهين يأتي لهجني ند الشبه يحتل المركز الخامس،
سالم بن سعيد هو المراقب والمتابع له في عملية التضمير والتدريب. المركز السادس هنا يأتي النمر، هنا يأتي حشيم لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. سعيد بن عبيد الحميري يتولى عملية تضميره والإشراف عليه. أما المركز السابع فيتقدم براق بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، حيث يأتي هنا المضمر سعيد بن محمد بن مروشد مثل ما قدم الشاهين في الشوط الماضي، يأتي هنا ليقدم لنا براق في هذه الانطلاقة. المركز القادم هو المركز السادس، الآن غير شاهين هجن العاصفة يتقدم إلى المركز السادس مع غياث الهلالي. المركز الثامن شاهين بشعار هجن ند الشبه، التضمير والتدريب لدى المضمر سالم بن سعيد. هذه الثمانية الأولى المنطلقة أيها الحبل الكريم المحققة لهذا الانتصار. هجن العاصفة تحتل المركز التاسع، ويأتي هنا غياث الهلالي في عملية التضمير والتدريب، بينما المركز العاشر يأتي شعلان تعود ملكيته لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم، ويأتي المضمر سالم بن مطر بن حاذه الكتبي. هي النتيجة أيها المتابعين الكرام، أيها المتابعين الأعزاء، ونحن نسير عبر الهواء مباشرة في انطلاقات المساء، في انطلاقات هذه الليلة. نعود إلى البداية، نعود إلى البداية والمراكز الأولى. وأملاك لا يزال هو المسيطر، هو المسيطر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. يتقدم في هذه اللحظة، يسير إلى المركز الأول، والمضمر سعيد بن سالم الينيبي ما شاء الله هو الآن المتقدم، ولكن هناك شغل من قبل مشغل، هنا مشغل يتقدم لسمو الشيخ نهيان بن حمدان بن محمد آل نهيان مع محمية الطف. ويأتي هنا في هذا الانطلاق المضمر حمد بن بيات، الرميتي الرميتي واصل إلى المركز الثاني، إلى مقدمة هذه المصافة، إلى انطلاقة هذا الشوط. استعداد أخير 3 كيلومتر أخيرة متبقية. إذن مشاهدين الكرام المركز الثالث، المركز الثالث نشوف الآن شاهين هجن العاصفة، هجن العاصفة والمضمر غياث الهلالي، ولكن براق براق يتسلل رويدا رويدا إلى الأشواط، إلى المقدمة، إلى المراكز المتقدمة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ليتقدم المضمر سعيد بن محمد بن مروشد في هذه اللحظة إلى المركز الرابع. شاهين يحتل المركز الخامس لهجن العاصفة، المضمر غياث الهلالي المركز السادس، المركز السادس القادمين المنضمين إلى هذه القائمة. وهناك يأتي الحشيم لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم يضمره ويتابع سعيد بن عبيد الحميري، ولكن الله شاهين هجن العاصفة بدأ يتسلل، بدأ يتسلل للمركز المتقدم إلى المركز الخامس، وفي تضميره سالم بن سعيد. هكذا مشاهدينا الاعزاء لنعود بحضراتكم الى المقدمه، ولكن شوف املاك لا زال مسيطر، لكن هجوم العاصفه، هجوم العاصفه مستمر، هجوم العاصفه مستمر وشغال حتى هذه اللحظات. هجن العاصفه تتقدم بوجود شاهين المضمر غياث الهلالي، املاك في المركز الثاني بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ولكن براق بدأ يتسلل، براق يبرق في ناموسي هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان
بن راشد المكتوم والمضمر والمتابع سعيد بن محمد بن مروشد الآن هو المتقدم، الآن هو الذي يسير نحو الصدارة ونحو القمة. المركز الثالث أملاك باسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن سالم لنيبي في تضميره، حشيم يتقدم إلى المركز الرابع باسم الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم والمضمر سعيد بن عبيد الحميري. المركز الخامس شاهين بشعار هجن العاصفة يضمره ويتابعه غياث الهلالي هجن ند الشبه سادسا هجن العاصفة سابعا. هذه النتيجة المقتربة من بعضها البعض مشاهدينا الأعزاء، ولكن 1200 بعد نهاية الحزام الأخضر. هنا براق يمر إلى الصدارة ليسجل الخطر، يبغي يضيف النقطة الثانية، يبغي يضيف النقطة الثانية في هذا المساء. هذا هو والنقطة الرابعة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. يسلم يا براق يا براق إلى المركز الأول إلى ناموس هذا الشوط. هذا مشاهدينا الأعزاء أمامكم على شاشة التلفزيون، وهناك تحدي، هناك انطلاق، هناك تواجد في هذه اللحظات. ولكن شوف الآن 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 براق بدون أي منافس. المركز الأول إذن أصبح الآن بدون منافس على الإطلاق، مثل ما ذكرنا يضيف النقاط. السجل ذهبي، السجل ذهبي مشاهدينا في كل مكان، متابعينا الأعزاء أينما كنا وأينما كان. هنا شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يتقدم ويسجل دائما الجديد والجديد في هذا العالم الساحر. سباقات الهجن الأصيلة، سباقات الهجن الجميلة، متعة وإثارة دائما في كل المتابعات. هنا الانطلاقة، براق 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 يصل ليخطف ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لبو راشد سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على فوز براق بالمركز الأول. وإلى المتعب الصغير سعيد بن محمد بن مروشد. المركز الثاني حشيم لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان مراد مكتوم. المركز الثالث شاهين من هجن العاصفة. المركز الرابع يأتي أملاك بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الخامس يأتي شاهين بشعار هجن العاصفة. هكذا كانت النتيجة أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء. أعود إلى التوقيت الزمني، لحظات الوصول 12 دقيقة 53 ثانية، ثلاثة من الأجزاء من الثواني. تهانينا على هذا الفوز والانتصار لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على فوزي براق بالمركز الأول، والتهنئة للمضمر سعيد بن محمد بن مروشد. بينما الذي وصل في المركز الثاني كان حشيم، قطع المسافة 12 دقيقة 58 ثانية، ثمان أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، وإلى المضمر سعيد بن عبيد الحميري. بينما شاهين لهجن العاصفة قطع المسافة 12 دقيقة 59 ثانية، تسع أجزاء من الثانية. تهانينا كذلك إلى المضمر غياث الهلالي.